هل يبدو أن هناك أي تغيير في الاستراتيجية الحكومية للتعامل مع المظاهرات وهي تنتقل من مدينة لأخرى؟ ما يبدو لي أن هناك إصرار على التعامل العنفي والتعامل الأمني وليس السياسي، ويبدو لي أن الحكومة مقتنعة حتى الآن أن الحل الأمني سينهي هذه الاحتجاجات والمظاهرات وسيعيد الأمور طبيعية. وبطبيعة الحال أعتقد أن الأمر ليس كذلك، لأن مزيد من القمع ومزيد من العنف سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاج، وهذه علاقة جدلية متصاعدة كما هو معروف في كل تاريخ الشعوب. لسوء الحظ أن النظام السياسي لم يبلور حتى الآن برنامجا إصلاحيا واضحا، وما زال منغلقا على نفسه، لم ينفتح على قوى المعارضة، على قوى الشعبية، على القوى الأخرى، على الآخر. ما زال ذاتيا جدا ولا يرى الآخر أبدا، ويعتقد أن هذا الإجراء أي الإجراء الأمني سيحل المشكلة، مع أنه سيعقد المشكلة. بتقديري الشخصي أنه سيعقد المشكلة ويزيدها أوارا. هذا هو الأمر، لأنه يرفض أساسا، النظام يرفض أن هناك أزمة، هناك إجراءات، هناك متآمرين، هناك مندسين، هناك حاقدين، هناك يعني هكذا. ولذلك يمكن هؤلاء القضاء عليهم ومعاقبتهم، ولكن لا يؤمن أن هناك أزمة حقيقية في داخل. ولكن هناك ناشطون يبدو على الفيسبوك يؤمنون بأن هناك أزمة ويقدمون حلا على صفحة الثورة السورية على موقع الفيسبوك تتضمن عدة مقترحات. هل ترى فعلا أنها جدية ممكن أن تؤدي إلى شيء؟ هل لك ملاحظات على بعض منها؟ سيدتي، النظام الذي لا يرى أن هناك أزمة، المعارضة أو المحتجين أو الآخر يرى أن هناك أزمة. أما بالنسبة للمشروع الذي قدم، بغض النظر عن تفصيلات هذا المشروع، طلبات الشعب السوري من أولها طالبة بالحرية، الحرية كشعار عام ولكن له بنية وتفصيلات، حرية الأحزاب، حرية الصحافة، حرية التواصل، حرية التعبير، الديمقراطية، فصل السلطات، نظام عصري ودولة عصرية لمفاهيم الدولة الحديثة، بدءا من مرجعية المواطنة كمرجعية وحيدة وصولا إلى المساواة والعدالة إلى آخره إلى آخره. هذه هي المطالب الأساسية، أن تعود الدولة دولة مدنية عادية ديمقراطية، دولة لشعبها، دولة تبادلية تداولية، سلطة يتم التداول فيها. فقط تعليق أخير فقط سريع لو سمحت أستاذ حسين على هذا المطلب بإزالة صور حافظ الأسد وبشار الأسد من شوارع دمشق. يعني البعض يعتبر أنها زوجة بها ضمن هذه المطالب وأنها تفقدها ربما شيء من الجدية، ما تعليقك بشكل سريع لو سمحت؟ يا سيدتي، ليست هذه مشكلتنا، المشكلة هي الحريات، المشكلة هي ديمقراطية الدولة، هي تحويلها إلى دولة طبيعية وعادية لمواطنيها، لناسها، لشعبها. هذه المشكلة. أما صور وغير صور هذا أمر عارض وثانوي، وليست هذه هي المشكلة التي يناديها الشعب السوري. شكرا جزيلا لك الكاتب حسين العودات من دمشق.